أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على دربه بإحسان يوم الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله تمام؟ الحمد لله تمام، الحمد لله دائما وأبدا. وقفنا المحاضرة الماضية، طبعا ما زلنا في موضوع التغيير التكنولوجي، خدنا مع بعض كيف التكنولوجيا دخلت على خدمات الاتصالات، خدمات المالية، حتى الحياة الشخصية. بدنا نحكي عن التكنولوجيا الصناعية أو تكنولوجيا التصنيع، وشفنا كيف أن الإنسان الآلي دخل في هذا المجال بشكل قوي، لكن لا يعني غياب الإنسان العادي عن هذه المجالات. حكينا عن الروبوت، توقفنا عند سلايد 86، تفضل يا أبلة. في إمكانية تعلي الصوت؟ لأني أنا دوبني سمعاكي، مش سمعاكي منيح، مش عارفة إذا المشكلة من عندي أو بس أنا معلية آخر شيء يعني عندي، وحاطة السماعات في الودان. ماشي لحظة يا أبلة، سمعاكي منيح الآن سمعني منيح؟ الآن؟ تمام. أوكي، معلش كاين من عندي أنا من نفس الجهاز، شكرا على التنويه يا أبلة. إذا توقفنا عند تكنولوجيا التصنيع، في معانا طالبة بدها تشرح، موجودة؟ يا مس موجودة، عارفين بنفسك لو سمحتي. يعطيكم العافية بنات، أنا اسمي هيا صيدم، طالبة سنة ثانية، تخصصي إدارة أعمال. أهلا وسهلا يا هيا، أهلا بك يا مس. تفضلي. أبدأ سلايد 86 أعتقد. وين الصوت راح ولا أنت بتحكيش؟ لا عيني معاكي. أبدأ. أنت ساكتة وأنا بقول لك وين الصوت، دور عليك. 86 85. ما شرحناهاش هذه؟ لا تفضل. تمام، أول إشي رح تعرفنا على بعض التقنيات، رح نتعرف على تقنية الإنسان الآلي الصناعي. هاي التقنية ارتبطت هاي الصناعة بخطوط إنتاج مصانع جنرال موتورز، هاي شركة أجنبية للسيارات. من اسمها جنرال موتورز، اللي هي صناعة السيارات. صناعة السيارات طبعاً الصناعي الإنسان الآلي متعدد الاستعمالات، له أكثر من استخدام. صحيح. مثل إنه عنا بنستخدمه في التجسس، في العمليات الجراحية. نعم يا أنتي، الإنسان الآلي أخذناه، إحنا وصلنا لحديث 86. ما أنا حكيت لها، حكيت لي لا، ضليت ساكتة. أخذناه ماشي أنتي، نبدأ من عند 86. ماشي يلا. تمام، عندنا مناولة المواد أوتوماتيكيا، تغطي هذه المناول أو هذه العملية عمليات تحريك وتغليف وتخزين المنتجات. كل عملية في هذه التقنية لها تكلفتها من حيث الوقت والمال. طبعا احنا عندنا المدراء في هذه العملية دائما بينظروا للطرق الآلية لانسياب المواد الخام إلى عمليات التشغيل والعكس كمنتجات إلى مخازن. تعتمد هذه العملية على اللي هي استراتيجية موقع المنظمة، إنه عندما يتأثر التشغيل بالعمليات فإن الوظائف تختلف، وأيضا كما أنه يوجد قدر قليل من التكرار والروتين في مناولة المواد. هناك نظم آلية عديدة تستخدم في مناولة المواد الخام آلياً، منها أول إشي عندنا الناقلة الموجهة، وعندنا نظام التخزين والاستيراد والاسترداد، ونظم التصنيع المرنة، هذول الثلاثة. أول إشي رح نتعرف على الناقلة الموجهة. الناقلة الموجهة
أول إشي هنحكي إنه تستخدم لتحريك المواد الخام بين العمليات الإنتاجية، وذلك بالتحكم من خلال حاسب مركزي. إذا عندنا الناقلة الموجهة، أنا تستخدم لتحريك المواد الخام بين العمليات الإنتاجية، وتكون بالتحكم من خلال الحاسب المركزي. اثنين، اللي هو نظام التخزين والاسترداد. نظام التخزين والاسترداد هو عبارة عن طريقة تعتمد على مراقبة الحاسب الآلي في عمليات التخزين أو السحب من المخازن، وأيضا مراقبة الأدوات المستخدمة في عمليات التخزين والاسترداد. هذا بالنسبة لنظام التخزين والاسترداد. ثلاثة، عندنا نظم التصنيع المرنة. نظم التصنيع المرنة يكون خليط من نظم آلية عديدة تعتمد على المراقبة الآلية ومحطات العمل، وتكون أيضا شبه مستقلة، ويتم مناولة المواد أوتوماتيكيا، وأيضا تستخدم ماكينات معقدة. هذا النظام يتكون من 3 عناصر أساسية. أول واحدة اللي هي محطات عمل عديدة مراقبة آلية. اثنين، نظم نقل مراقبة آلية لتحريك المواد الخام والأجزاء من آلة إلى أخرى. ثلاثة، عندنا وجود محطات وتحميل محطات والتفريغ. تمام، مين يا بنات تعيد نظم آلية المواد مناولة المواد الخام؟ تعيدهم. نايمين يا جماعة. مين تعيدهم يا بنات؟ تفضلي يا هنادي، هنادي رفعت ايدها، ما اقصد هنادي. 1، الناقلة الموجهة آليا اللي هي AGV. 2، نظام التخزين والاسترداد. 3، نظم التصنيع المرنة. وبيتكون النظام من 3 عناصر أساسية اللي هي تبعت نظم التصنيع المرنة: محطات عمل عديدة، مراقبة آلية، نظم المراقبة آلية لتحريك المواد العام، وجود محطات تحميل، محطات تفريغ. أوكي تمام، شكرا هنادي. أوكي الآن ننتقل ل ننتقل واحدة واحدة. بعد ما حكينا عن ضباط المحاضرة الماضية، نحكي الآن عن مناولة المواد. هنا كلمة نوع، سواء مواد خام، سواء سلع تامة الصنع، نصف مصنعة، هذا المقصود بالمواد. ماشي، مناولة المواد ايش كاتب هو؟ آليا أو ايش كاتب؟ أنا مش شايفة، هي آليا على فكرة. بمعنى، بس نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. في السابق كان يقع على عاتق الإنسان أن ينقل المواد الخام أو السلع المصنعة ماشي داخل المصنع وبين الأجهزة أو بين الآلات. ويحملها في سيارات. مس انت عندك مشاركة للشاشة؟ يا انتي مش مبين يا مس. طب لحظة عيد تاني، بس عامل لأنه ظاهر عندي. هاني عملت ستوب، هاني رجعت الآن. لا ظاهر عندنا يا مس. ظاهرة يا مس، بتكون من عندها. ما انا بحكي لكم انه ظاهر، لانه هو معطيني اشاره انه ظاهر عندكم، يعني انا متابع الموضوع. ممكن يا ابله يكون النت عندك ضعيف، فاعتمدي على السمع، اسمعيني ايش بحكي. خلينا نفهم ايش قصه مناوله المواد آليا. زمان كان يقع عاتق الانسان اللي هو العامل طبعا، انه ينقل المواد الخام او السلع المصنعه داخل المصنع وبين الالات ماشي، وبعدين يحملها في سيارات التوزيع ماشي، ويفرغ السيارات وهكذا. هذه الأعمال الشاقة أصبحت يقوم
بها معدات متخصصة. ماشي لذلك. مثال: بعض المصانع تعتمد على جهاز السير لنقل المواد الخام وتحركها من آلة إلى أخرى. مين يقولنا شو هو جهاز السير؟ إيش جهاز السير؟ سامعيني يا جماعة؟ الآن يا أخواتي إن شاء الله لما تسافروا على المطار، بتسافروا بالمطار إن شاء الله، في حدا حب يجاوب؟ بياخذوا منك الشنط في المطار بحطوهم في الطيارة. الآن وصلت البلد المعنية، بعد ما تختم الجواز ويعبروك مطارهم، بتلاقي كل الركاب اللي كانوا معك في الطيارة واقفين عند سير، يعني الشنط بتيجي، الشنط لوحدة خدي بالك. تنزل من الطائرة، من مخزن الطائرة اللي كانت مرتبة فيه، في عربة وبسحبوا العربة، ماشي، ووقفوها عند بداية السير، بحطوا الشنطة، الشنطة بصير بتمشي، طبعا بالكهرباء هو بمشي، فبتضلك انت واقفة تتفرج على كل الشنط لغاية ما تلاقي شنطتك. أهم شيء ما تاخذيش شنط الناس، ماشي. هذا المقصود بالسير. نفس الفكرة تم تطبيقها في المصانع، إنه المواد الخام بدل ما يحملها العامل ويمشي فيها يوديها، لا، تمشي على إيش؟ تمشي على السير لغاية ما توصل للآلة المعنية. في آلات معينة بتشبه الإنسان، هي بتشيل القطعة وبتجيبها، خاصة في صناعة السيارات. ممكن نكتب في صناعة السيارات: حمل قطع المواد التي يجب أن نركبها في السيارة أو في هيكل السيارة تكون ثقيلة جدا على الإنسان، فيتم حملها عن طريق آلات مخصصة لذلك. ممكن نجيب فيديو ونشوف مع بعض هذا الموضوع. إذن هذه مناولة المواد آليا، بدل ما تحمل وتمشي، لا، هو إيش؟ ممكن نشبهها، بس طبعا هي شويه بعيده. لما تروحي على مول او على سوبر ماركت قد حاله، بتروحي تاخذي العربه بتحطي شنطتك فيها، ولو معك ابنك ولا اخوك بتقعدي فيها على اساس انه انت سهل حركتك. ممكن نشبهها بهيك يا انتي، اقرب لك الصوره يعني. اذا زي ما حكينا، مواد خام نستخدمها للانسياب، طبعا سواء داخل المصنع او خارجه زي ما حكينا. الناقل الموجه آليا كتبتها ضمن المثال انا وشبهتها بالسير. نظام التخزين والاسترداد نفس الفكره، ماشي، واضح يا جماعه؟ واضحه ولا عيدها؟ واضحة يا مس. اوكي، وصلت الفكرة ايش قصده؟ انه بدل ما تحمل مواد خام بنجيب اجهزة هي بتحملها لضمان سلامتها، وكمان انه هي بتشكل خطر على الانسان. الان حنسيبنا من الخدمات التكنولوجية وتصنيع تكنولوجيا التصنيع، واضح، وبنروح نرجع لصلب موضوعنا. اللي هو عرفي، ماشي، عرفي اتخاذ القرارات التكنولوجية. ايش يعني قرارات تكنولوجية؟ لما نقرأ السلايد ببساطة يا أخوات، لما إحنا بندخل آلة على مصنعنا أو بنشتري حاسوب للمكتب تبعنا، أو أنت نفسك بدك تجيبي جوال جديد، أو بدك تشتري لابتوب، أو بدك تشتري طابعة، هذا المقصود بالقرارات التكنولوجية، اللي هي القرارات التي تخص امتلاك التكنولوجيا.
انت لما مثلا تشتري جوالك جديد مثلا، انت امتلكتي تكنولوجيا جديده، لو بدك تشتري لابتوب امتلكتي حاجه جديده في التكنولوجيا، هذا المقصود بالقرارات الايش التكنولوجيه. تفضلي معنا بشرى بشير، تفضلي لنا. عبله مش هنا؟ لا هنا، مش سمعاني؟ تفطر يا بشرى ولا ايش؟ اسمك حل؟ ايوه ايوه مين اللي ايوه، بشرى ولا اسماء؟ لا اسماء. تفضلي يا اسماء، راينا انت لا تختلف، لا تختلف عملية اتخاذ القرار لاقتناء التكنولوجيا عن أي عملية لاتخاذ قرارات أخرى، وهي تعني المفاضلة بين البدائل التكنولوجية لاختيار ما يناسب الظروف وبيئة المنظمة. ولا شك في أن عملية صنع واتخاذ القرارات التكنولوجية تمر بالمراحل التقليدية، وهي باختصار تحديد المشكلة. لحظة يعني نرجع هنا نكتب هالكلمتين بس بأسلوب مبسط. أخذنا في زماناتنا اختيار اتخاذ القرار هو اختيار البديل من بين البدن، هو اختيار بديل تكنولوجي أو بديل لاقتناء التكنولوجيا من بين عدة بدائل للوصول لهدف ما. خدي بالك لما انت تروحي مثلا جوالك مغلبك بطيء ولا حاجة، بتجيبي جوال تاني عشان توصل لهدفك بأقل تكلفة ماشي ووقت وأعلى جودة ماشي. مثال، قررت إحدى الشركات استبدال أجهزة الحاسوب التقليدية. شو يعني أجهزة الحاسوب التقليدية؟ اللي هي الشاشة زائد الكيبورد زائد الماوس زائد الصندوق صندوق الجهاز يعني ماشي، بأجهزة لابتوب. هذا قرار تكنولوجي. كمان واحد، قررت إحدى المصانع تبديل آلة إلى آلة أكثر تطور وأقل استهلاك الوقود. إذن حققنا الهدف، أقل وقت جهد تكلفة. زي إيش يا أخوات ببساطة على مستوى المنزل؟ عفوا، عندك مثلا غسالة حوض واحد، هي بتغسل بس، وأنت بتعصري بتعصري وتشطفي وبتنشفي المهم، أو عندك غسالة بحوضين. الآن من أكثر من 50-60 سنة في غسالات الفول أوتوماتيك، بعرف في بعض السيدات المنازل لغاية الآن بيقتنعوش فيها، هم حاضرين ما لناش دعوة. بتحطي هالجلباب وبقية الملابس عفوا في الغسالة، وبتحطي هالسائل تبع الغسيل، بدي أحكي سائل جلي شوية أقول مية نار، بتحطي سائل غسيل أو بودرة الغسيل، وبتحطي هالمعطر، وبتسكري الدرج وبتدعس الزر، بتحطي راسك وبتنامي. طبعا الدول المتقدمة عشان فيش عندها مشاكل في الكهرباء زينا، يعني هذا اللي بيحصل، الناس هناك بحدثونا، بتحط الوجبة في الغسالة وبتروح تتسوق، بتروح تشرب قهوة عند فلانة، بتروح تقضي مشوار، بترجع على البيت بتلاقي الغسيل مخلص بالطول وبتحطه على الحبل وخلصنا. هذا المقصود بقرار ايش تكنولوجي. طبعا هي ما لهاش ولا حاجة، كلها متدخلة وطلعت على اي واحد تبع صيانة الغسالة الفول اوتوماتيك، من دخله ناشف ومنطلعه ناشف. طبعا في تطور، احنا عشان عندنا الشمس من الدول اللي فيها الشمس، مش كتير بهمنا انه يطلع ناشف نلبسه، يعني في الدول زي السويد مثلا ما بيشوفوش الشمس دائما، فهم في عندهم في الغسالات، هي الغسالات هذه اجت قبل هيك بس ما مشيتش معانا لانه احنا عندنا شمس،
واحنا عندنا برضه ثقافة انه احنا لازم نعقم الغسيل حتى لو كان ناشف بدنا نعقم. بس احنا عندنا غسالات ما بطلعوش ناشف 100% لبسي، لا طبعا لازم نحطيه في الهواء وينشف. في نوع غسالات نمط معين انه الغسالة تطلع ناشف 100%، وكمان ممكن تطلع لك اياه مكوي، تاخذي هالاشارة بالمكوي تلبسي او القميص مكوي تماما، هذه عشان يحلوا مشاكل الدول اللي فيش فيها شمس. فشوف التكنولوجيا لوين، قولوا ضايل بس الغسالة تطبق الغسيل وتوديها على الخزانة، ممكن يعني. لا فيش لغاية الآن، بس فكرة برضو. بس الغسالة تودي الغسيل على الخزانات بدها تمشي هذه. فهذا المقصود بقرار تكنولوجي، إني أدخل أجهزة تساعدني كتير في تقديم الخدمات والمنتجات بأقل تكلفة ووقت وأعلى إيش جودة. طبعاً خدي بالك، إحنا إيش حكينا قبل هيك؟ حكينا إنه القرارات التكنولوجية تندرج تحت قرارات رأس المال، مش قرارات رأس مالية، لأن الآلات أصول ثابتة. إذا لما نيجي نقول بدنا نشتري أجهزة أو هذا الآن بدي أضبطها، الأصول الثابتة مكلفة يا إخوات، يعني مكلفة. أنا لما مثلا يكون عندي مثلا 500 جهاز حاسوب تقليدي وأنا بدي أدخل اللابتوب، شوفي قديش بدي يكلفني، وبدي مواصفات معينة. طبعا الآلات هذه مواصفات معينة زي ما أنت بتشتري إيش جوال. إذا القرارات التكنولوجية هي نفس القرارات العادية لكن في مجال إيش التكنولوجيا، وهي قرارات هامة وخطيرة. تكلفنا فلوس. سؤال، أذكري خطوات اتخاذ القرار التكنولوجي. أذكري خطوات اتخاذ القرار التكنولوجي. معلش يا أخوات بدي أطلع وأرجع لأنه أعطاني إشارة القاعة بتقفل.